فنذكر على سبيل المثال والحصر ملفات لم يتم حلها، ومن بين هذه الملفات ملف المقصيين من خارج السلم. فللتوضيح، هذه الفئة هي فئة عانت حيث ثلاث حكومات، فكان اتفاق هناك مع حكومة عباس الفاسي بتاريخ 26 أبريل 2011، حيث تم التأكيد على إعطاء هذه الفئة الدرجة الممتازة اللي هي خارج السلم. ومنذ ذلك التاريخ وهذه الفئة تناضل، ولم يستجب لها في تحقيق مطلبها. وفي المقابل نجد هناك قطاعات أخرى استفادت من هذه الترقية، على سبيل المثال الصحة والعدل، وكانت استفادتهم ابتداء من 2016. هذه الفئة يعني الذريعة التي تتخذها الوزارة هو أن فئة كبيرة تتطلب مبالغ مالية مهمة، فما تمت الموافقة عليه هو اعتبار الأثر الإداري ابتداء من 2021 والأثر المالي ابتداء من سنة 2024، وهذا حيف في حق هذه الشغيلة. فإلى جانب هذه الفئة هناك فئات أخرى كذلك لم تستفيد من مخرجات هذه اللقاءات الحوارية التي ضمت الوزارة والنقابات الموقعة على الاتفاقات السابقة، منها اتفاقات 14 يناير 2023 واتفاق 10 ديسمبر 2023، وننتظر الآن اتفاق آخر الذي كان سيوقع هذا اليوم، ولكن على ما سمعنا أنه أجل ليوم الغد بسبب احتجاجات نساء ورجال التعليم. عندما نتحدث عن المصلحة الفضلى للتلميذ، يجب أن تراعى من طرف الوزارة أولا ثم من طرف الأساتذة ثانيا، فمصلحة التلميذ هي مرتبطة بمصلحة الأستاذ. إن كان الأستاذ يتمتع بحقوقه ومرتاح في نفسيته سيكون أداؤه جيدا، وبالتالي سيستفيد التلميذ. لكن العكس إذا كان غير هذا وعليه، فإننا كأساتذة وكتنسيقيات نطالب الوزارة والحكومة بإحقاق الحق وإعطاء الحق لكل أستاذ وأستاذة تمارس داخل القسم وتحتج الآن في الشارع. فإن أرادت أن تحاور فعليها أن تحاور هذه التنسيقيات، لأن هي التي من تدعو إلى الإضراب وليست النقابات.